سأنتقل الآن لدكتورة جيهان. دكتورة جيهان بعد التحية، كيف تصفين حالة تمكين المرأة في الغرب بشكل عام؟ وبرأيك يعني برأيك هل سبقت الدول الغربية العرب في مجال تمكين المرأة؟ اهلا بحضرتك والساده المشاهدين، واهلا بالضيفات الكريمات. الحقيقه يعني هو سؤال حضرتك صعب جدا للغايه، لان احنا مش عايزين نظلم في المقارنه، لان هو الحقيقه طبعا في تمكين كبير جدا للمراه، في وضعيه كبيره جدا للمراه في الدول الغربيه، في رمز كبير للمراه في الدول الغربيه بكل تاكيد. هناك الحقيقه التمكين في شتى المجالات، هناك لا تفرقه ابدا على الاطلاق ولا تمييز ما بين المرأة والرجل في الدول الغربية بنص القانون وبنص الدستور. لكن يمكن في فرنسا على بعض، يعني على سبيل المثال في فرنسا رمز الدولة هي امرأة. الحقيقة ده تمكينا وده اعتبارا من أن يعني قدسية المرأة لدى الدول الغربية، ويمكن خاصة هنا بفرنسا لها وضعية كبيرة جدا جدا طبعا في الشأن، في الشأن السياسي الاقتصادي، في الشأن الحربي، في الشأن في كل الأمور. لكن هو الحقيقة أنا أتفق جدا مع رأي الأخت من الجزائر، لأن الموروث الثقافي الخاطئ عن المرأة عامة بشكل عام في دولنا العربية هو المحرك الأساسي اللي يمكن لإنزلاق المرأة نحو منحدر لا تريده. يعني الحقيقة الموروث الثقافي الخاطئ عن أن المرأة عاجزة بأنها تتقلد المناصب، عاجزة على أنها تثبت شخصيتها وجدارتها في بعض المهن المعينة أو الخاصة، هو يمكن هو هذا هو العائق. بالإضافة إلى أن الحقيقة القوانين التي تساند المرأة في الدول الغربية لها باع كبير جدا جدا. طبعا بكل تأكيد أنا مش هأتكلم عن الإرادة السياسية والطفرة الحقيقية اللي حدثت في مصر مؤخرا في المرأة المصرية ونموها فعلا، وأنها وجدت من يساندها ويقف فعلا في ظهرها، حتى يعني الحقيقة نحن نعيش عصرا ذهبيا، النساء في مصر عشنا عصرا ذهبيا في هذه الفترة، لأن يمكن أول دولة خصصت عام للمرأة هي مصر. يعني الحقيقة هناك عام 2014 كان عام المرأة، فطبعا الدول الغربية مش عايزين نحصل في مقارنة أو في يعني الحقيقة إحداث مقارنة، لأن الظروف الاقتصادية والظروف أيضا السياسية وبعض الدول العربية التي المرأة فيها تعاني من جراء عدم الاستقرار الأمني، كل هذه الظروف بتؤثر بشكل أو بآخر عن نظيرتها في الدول الغربية. لكن طبعا أنا يعني أقول لحضرتك أن في تمكين، وتمكين كبير جدا جدا للمرأة في الغرب. المرأة بقوة القانون بتاخد حقها سواء في الحضانة سواء في أمور الطلاق. يعني الحقيقة في قوانين فعلا، وفي دولة بتساندها، وفي مجتمع بينظر للمرأة نظرة شامخة على أساس أنها رمز، بيديها كل حريتها في الانطلاق في تحقيق هدفها، في تحقيق مستقبلها. فطبعا المقارنة هي صعبة نتيجة للظروف المحاطة بكل امرأة على حدة في الدول المختلفة.